السلام عليكم. بهذا المقطع راح اجاوب عن اسئلتكم من وصلنا 1000 مشترك. قلت راح اسوي مقطع اسئله بس يعني شوي ونتاخرت، يعني هسه راح نقرب على 2000 مشترك ان شاء الله، وما جاوبت عن الاسئله لحد الان. ان شاء الله لو وصلنا 2000 او 3000 مشترك بالمستقبل راح اجاوب على اكثر، يعني اسوي مقطع ثاني لانه حرفيا جاي من فوق 200 سؤال، يعني هنا 43 سؤال على اليوتيوب وجايني فوق 100 سؤال على الانستا وجايني بالديسكورد، فبكل مكان اجتني هواي اسئله. راح اجاوب على الاسئله اللي اشوفها مميزه فيه. خلونا نبدي. راح اجاوب على سؤال دائما كل الناس يسالوه، كم عمرك؟ من وين اسمك؟ اول شيء اسمي حيدر، عمري 17، من العراق. اوكي، فهاي الاسئله دائما الناس يكرروها جاوبت عليها. نبدي باول سؤال عندنا، وصراحه السؤال يعني اشوف كثير من الناس ايضا سالته، شلون عرفت جينشن او كيف عرفت جينشن؟ حرفيا اللي ما يدري انا بديت العب جينشن من ثالث يوم نزلت بي اللعبه، يعني تقريبا ثالث يوم. السبب ما خلاني العبها من اول يوم لانه كنت اول شيء حملت اللعبه بالايباد لعبت فيها، فعلى ما حملت اللعبه اخذت من عندي يومين، حرفيا النت بالعراق زباله فهذا السبب. من بديت العب اللعبه حرفيا ما كان ولا مقطع باليوتيوب العربي عن جينشن ولا احد، كل شيء بجينشن عرفت اغلبيته من عندي. وبالمستقبل يعني بعد ما بدت تطلع مقاطع الجينشن ويبدي الناس يصنعون محتوى واغلبيتهم اجانب اللي اتابعهم، ما اتابع عرب، العرب محتواهم يعني ماكو اشخاص كثير محتواهم حلو اتابعه. الطريقة اللي عرفت بيها جينشن من خلال اخي جاني وقلالي انه اكو لعبة انمي وهاي شوف الاعلان مالتها مبينة رهيبة، فشفتها وعجبتني واول ما نزلت حملتها، كانت اللعبة ادمنتها يعني حرفيا. السؤال الثاني، وهذا السؤال من شفته الصراحة هذا الشيء اصلا اتسوى عنه مقطع، لكن بما شفت هذا السؤال راح اجاوب عنه. هل بتلعب العاب ثانية ويعني تغير محتواك لو بس راح تبقى على جينشن؟ ان شاء الله بالمستقبل راح ابدي انشر العاب اكثر وحغير عن جينشن، راح يظل محتوى جينشن موجود بالقناة، انزل عنه، انزل مقاطع حلوة افكارها جديدة، لكن راح ابدي ايضا انزل عن باقي الالعاب. ولا انت عندك لعبة تشوفها رهيبة كلش اكتب لي اياها جوا بالوصف، بالوصف شلون؟ اكتب لي اياها بالتعليقات. سؤال يقول ليش سميت نفسك دايتشي؟ اكو اشخاص هواي ما يعرفون ينطقون اسمي، لكن اسمي النطق دايتشي ناين او دايتشي. السبب ماكو سبب رئيسي، يعني مجرد انه اكو شخصية كنت اتابعها بانمي كان انمو اللي هو مات كرة الطائرة هايكيو اعتقد اسمه، كان اسمه دايتشي، صراحة ما كنت مهتم بيها. لكن السبب الرئيسي اكو قناة كنت اتابعها تنشر محتوى انمي بودكاستات، كان واحد من الاشخاص اسمه دايتشي وصراحة كلش عجبني الاسم فخذيته كنيك نيم. تتوقع جينشن راح يكون له جمهور كبير في الشرق الاوسط؟ يب، اصلا حاليا جينشن لها جمهور كلش كبير بالشرق الاوسط، وايضا من خلال اعلانات اليوتيوب اللي قاعد تطلع لك، من خلال اعلانات اليوتيوبر اللي قاعد سوى الجينشن نفسه، يعني سعدنا ابو فله منزل مقطعين عنها، ومقطع واحد جايب فوق الاربعة مليون من الخمسة مليون، وعندنا بندريتي، عندنا محمد واللي هو المكسيكي، اكو هواي كلش 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 يوتيوبر نزلوا عنها، يعني حتى باري، حتى توبز، حتى النود اعتقد نزلوا وسووا اعلانات الجينشن، فاكو هواي اشخاص. يا شباب هو مو سؤال لكن انا بدي اسالكم، هل تريدون اسوي مقطع اجاوب على اسئلتكم بس شنو بجينشن؟ اشياء انتم ما عارفينها بجينشن، اشياء يعني انتم تريدون اشرح لكم عنها بجينشن، فتريدون اسوي هاي السلسله او لا؟ لا تريدون راح اكتب باول تعليق سيلون اسئلتكم عن اشياء ما تعرفوها بجينشن، وانتم ردوا على هذا التعليق، اكتبوا لي بهذا التعليق اسئلتكم اللي ما تعرفوها او كتبوا بيها ما تعرفوا، مثلا انا والله ما اعرف نظام البي تي، انا والله ما اعرف هاي الشغله، وانا راح اجاوبكم عنها ان شاء الله، او اسوي مقطع اجاوب عن هاي الاسئله. افضل 3 شخصيات عندك بجينشن؟ زونغلي، فينتي، بنت، ذولا يعني شخصيات رهيبة. طبعا باقي لا صراحة حيرة، يعني ما اقدر، راح اعطيك 5 شخصيات لانه صراحة 3 شخصيات اظلمها، زونغلي، تشاو، وبنت، فينتي، وخامس شخصية اياكا. يب، ذن الشخصيات رهيبة. يمتى تطلع وجهك او يمتى الفيس كام؟ صراحة ما اعتقد راح اسوي فيس كام، السبب يعني
اول شيء الفيس كام يراد له كاميرا يعني زينه على الاقل، صراحه ما عندي هيك كاميرا. ثاني سبب ما عندي استوديو، ما عندي مكان تصوير، لانه حرفيا قاعد اصور بغرفتي وغرفتي مو مال التصوير، حرفيا مكركبه كلش. شلون نعرف الارتفاكت المناسب للشخصيات؟ راح احكي عن شغله راح تعرفك بالارتفاكت، واللي هو من خلال سيرفرنا. سيرفرنا موجود بالديسكورد، رابطه بالوصف تلقون، بس ادخل عليه وانضم. حرفيا هنا اي شخصيه ببالك باللعبه راح تلقاها، يعني مجرد انت تيجي لهنا اختار الشخصيه، مثل هاي الشخصيات الهواء اختري تريدها، مثلا اضغط انت تريد جين طلعت لك وما تعرف بناها، اضغط على جين والبوت راح يرسل لك تلقائيا الشخصيه. هنا تيجي تختار شخصيات نار، اي شخصيه ببالك مجرد تيجي لهنا وتختارها وتضغط عليها راح يعطيك بناء مالتها. هسه تشوفون طاني بناء ما تبنت، فاي شخصيه ببالك هنا تقدر تطلعها. مو بس شخصيات، حتى الاسلحه تريد تشوف خواصن، عندك كودات باللعبه موجوده تقدر تحصل من عندي برايم وجيم، اخبار عن اللعبه، كل شيء كل شيء ببالك ممكن راح تلقاه بسيرفرنا. وايضا راح اسوي احتمال راح اسوي سحب جيف اواي يعني على حساب مال جينشن للسيرفر، بس للاشخاص الموجودين بالسيرفر، واحنا اصلا تقريبا 230 عضو. رابط السيرفر تلقونه جوا بالوصف. افضل فيلم بالنسبه لك؟ مشكلتي انا ما اتابع لا مسلسلات ولا افلام كثيره، لكن عندي سلسله افلام باتمان كلش حلوه. لكن افضل فيلم لي من ناحيه الافلام هي انه فيلم الجوكر اللي نزل ب 2019 كان رهيب. اما من ناحيه افلام الانمي يعني الاشخاص المهتمين، صراحة اشوف افلام الانمي اغلبية او كلها سيئة. افلام الانمي اكو كم واحد يعني مثل اعتقد كان اسمه فتاة المطر، ما اتذكر صح اسمها بالانجليزي والياباني، وعندك يور نيم جيد، فيلم مالت واللي هو كيميتسو نو يايبا ايضا جيد، وصراحة اكو فيلم رابع بس ما اتذكره ببالي. سؤالي يجين ليش انت عسل؟ شكرا على المديح، اوكي تعال لي على خاصة اعطيك 10 دولار. اوكي يا شباب على قد يعني لا تتوقعون اعطي 100 دولار او هالقد. سؤال جايني باليوتيوب، ايش هو اللي عجبك بجينشن؟ وليش انا جبت تشايلد هيتر وقع اجيب هوتاو؟ لا انت ما ادري صراحة ما اعتقد تقدر تجيب هوتاو، لا ما مجمع وشات كثيرة. السؤال اكثر شيء عجبني بجينشن الصراحة جرافيكسه، انه هي لعبة عالم مفتوح بجرافيكس رهيب وشخص تصميم شخصيات انمي. هذا الشيء كنت اول مرة اصلا اشوف هيك لعبة، يعني كنت اعرف زلدة بس ما كنت لاعبها، فاشوف جينشن صراحة ابدعت بهذا الشيء. هذا الشيء والموسيقى مالتها الهادئة الرهيبة تيم حرفيا خلتني ادمن على اللعبة. سؤال مهم جدا، ليش انت اسطورة؟ يا اخي لا تحرجوني لا تحرجوني، انت الاسطورة. رأيي بشخصية تشايلد شخصية ممتعة، اتندمت انه ما اجيبها لان انا كنت اقدر اجيب تشايلد وهوتاو، لكن صراحة كنت ناوي اجيب هوتاو واجيب البيدو. اسف راح علي تشايلد. كم اعلى دمج جبته؟ تقريبا اعلى دمج جبته كان 288 مونا. هل ممكن تقطع عن اليوتيوب فترة؟ اكيد 100% لانه انا طالب بالسنة بالسنوات الاخيرة بالثانوية، فصراحة حتى قطعتي هاي قطعت تقريبا 5 ايام او 4 ايام كانت بسبب انشغالي، صراحة ما كان عندي وقت اضيع على يوتيوب، فممكن انقطع فترة وارجع، لكن انقطاع طويل كلش، ان شاء الله بالمستقبل نعرف لانه ما حد يعرف بهيج شغلات. هل انت تدفع للحساب؟ لا اكو شغلة راح تستغربوها، لكن كل الشخصيات اللي عنده وكل الاسلحة وكل شيء جايبه بتعبي، ما دافع للعبة ولا ريال ولا دولار. يوتيوبرك المفضل بينشن؟ محتوى عربي الصراحة اكو كم شخص ببالي يعني نفس افدول تايم، يعني جيد الصراحة، محتوى شوية ممل. السناد اعتقد اسمه، وما ادري الصراحة، نجمي بلاك مات محتوى جيد، لكن اغلبية محتوى ينشر عن جينشن ما تابعه، لانه اصلا انا اعرف ان شاء الله راح ينشرون عليها، لانه انا بالاخير يوتيوبر نفسهم، فكل شيء يصير بجينشن اني لازم اكون اعرف عنه او دار عنه. بس اما بالنسبة لليوتيوبر الاجانب، توانتو رهيب، عندك دش رهيبة، عندك واللي هو ماجي او صراحة نسيت اسمه، موغا يب، همات يوتيوبر رهيب، وصراحة نسيت ناسي، بس هذول اليوتيوبر اتذكرهم.
أتابعهم دائما ورهيبين. ها عندنا أيضا يوتيوبر أركون أو أركون إيش اسمه، عمات محتوى رهيب. هل في شخص دعمك لما فتحت قناتك؟ يب، صراحة السبب خلانا القناة أنشر عنها عن جينشن هو أخوي الكبير أو أخ الأكبر من عندي، كان هو الشخص يشوفني دائما أنا حرفيا قاعد على البي سي وقاعد 24 ساعة كنت ألعب جينشن، فقال لي ليش ما تفتح قناة أو تنزل بالقناة باليوتيوب تنزل عن جينشن، فقلت له صدق يب ليش أنا ما سويته. وبديت أول 5 ستار عندك هو مونا، جاني بينرزون قليل أول. أكو سؤال المسؤول واللي هو شنو مواصفات حاسبتك؟ أوكي راح أعطيك مواصفات القطع اللي عندي، هي الكارت الشاشة RTX 2060، وعندي المعالج رايزن 7 الجيل واللي هو 2600 عفو، وعندي قطعتين 8x8 رام وواحد SSD 1 تيرا بايت. اوكي اعتقد صار المقطع كلش طويل، لكن صراحه استمتعت وانا اجاوب عن اسئله. اعذرون للاشخاص ما قدرت اجاوب اسئلتكم لانه حرفيا كان كثير اسئله، حاولت اجاوب على اكثر شيء اقدر له. فلينا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى اعجبكم المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه، ويا مع السلامه.